ما يجري في القبر هو أولا مجيء منكر ونكير ملكين إلى الميت ويأتيانه في قبره. كيف جاء إليه في قبره ونحن ما نشوفه؟ الله على كل شيء قدير، أنت ما تشوف شيء، أنت ما تشوف، غيب عنك كثير من الأمور، يأتيان وأنت ما تشوفه. طيب روحك اللي تدخل في جسدك أنت تشوفها، أنت تشوف كل شيء، هناك أشياء ما تشوفها كثيرة. أنت تشوف عقلك، هالعقل اللي يميزك عن غيرك، يعني تشوف العقل هذا، ما كل شيء، إنك كل شيء ما تشوفه فهو ما هو صحيح. هذا كلام الماديين الطبائعيين، أما أهل الإيمان فإنهم يتسع إيمانهم بكل ما وردت به الأخبار الصحيحة ولا يتدخلون في عقوله. فيأتيانه ويجلسانه ويستنطقانه وينطق يتكلم، فيقول المؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي مناد أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة ووسعوا له في قبره مد بصره وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويرى منزله في الجنة، فيقول يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، فيصير قبره روضة من رياض الجنة. وإن كنا لا نشاهد هذا ولا نرى، وقد يشاهده بعض من يطلعهم الله عليه، قد يشاهد هذا، قد يرى شيء منه، لكن هذا ليس بلازم. وأما المنافق والمرتاب الذي عاش على الشك في الدنيا فإنه يموت على الشك، فإذا سألاه قال لا أدري، من ربك لا أدري، ما دينك لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، من نبيك لا أدري، لأنه في الدنيا لم يؤمن بقلبه وإنما تكلم بلسانه، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته من باب المجارات لهم. وهذا هو المنافق الذي يقول ما يقوله المسلمون ويصلي ويصوم ولكن ما فيه إيمان، إنما يفعل هذا من باب المدارات ومن باب التقية لأجل أن يعيش مع المسلمين فقط، لأجل أن يعيش مع المسلمين، وهو لم يؤمن بقلبه. ولو كان فصيحا متعلما يحفظ المتون والأسانيد ويحفظ، يتلعثم ولا يستطيع في القبر، ما يستطيع يتكلم ويغيب عنه الجواب، يقول ما أدري، ولكني أنا قلت مثل ما يقولون الناس من غير أن أعرف هذا الشيء وأعتقده. فينادي مناد أن كذب عبدي فأفرشوه من النار، افتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله، ويصبح قبره حفرة من حفر النار. فيقول يا ربي لا تقم الساعة، لأنه يعلم أنه إذا قامت الساعة فما بعدها أشد مما هو فيه والعياذ بالله. وهذا يشير إليه قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا، كما أنهم عاشوا على القول الثابت في الدنيا والإيمان الصادق، فإن الله يثبتهم في القبر وعند السؤال. ويضل الله الظالمين فلا يستطيعون الإجابة. والأحاديث في هذا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة والجماعة مجمعون عليه، ولم ينكره إلا المعتزلة الذين يعتمدون على عقوله. والعقلانيون الآن الذين هم أفراخ المعتزلة هم على هذا المذهب،
أفراخ المعتزلة العقلانيين اللي يسمون الآن العقلانيين هم على هذا المذهب. نعم.